تورتو بسكوي قرمش بالكريمة تاع الشيكولا. آه فيها نجوم تاع الشيكولا تورتو. بيفا سي بون. شكون فينا ما زعفش على وضعيته كاش نهار في بلادو؟ شكون فينا ما وجعوش قلبه وما كلاش وما حبش يفرغ زعافه ويقول كل حاجة اللي غضباته؟ طبعا قلنا عنا واش نقول. لكن إذا جاكم صحفي يخدم في قناة تلفزيونية أجنبية وطلب منكم الحديث عن السلبيات والنقائص في الجزائر مقابل مبلغ مالي، واش راح يكون موقفكم واش راح تكون إجابتكم يا ترى؟ هذا واش راح نشوفه في حصتنا اليوم. تابعوا معنا. واحد يا خويا يهدرنا على الكوتي نيجاتيف يحكي على لا سيتوياسيون تاعو وني با اوبليجي ما مراك انت تحكي لنا حاجه نيجاتيف وخلاص ما نقدرش نقطعش لك والله اسمحوا لي ملا ما تقدرش سامحني ما تقدرش ان شاء الله ما تقدرش نقول ما سواش ما نقدرش ما سواش ايه سمعني نقول لك انا الشيء اللي رايي انا الخاص ما نقدرش نقول لك رايي اللي موش تاعي دوكا لازم لي عفايس نيجاتيف انت شوكيت لي ما كان انت حير وعلاه يا هكذا على حي شوف انا باش نحب بزاف انا نحب بزاف بالك انا كنت عايش هنا انجليز وكذا هذا 17 سنه هنا الجزائر معليش انت نورمال انت يا اخو حبيت جونا نخلصوك نخلصوك ما قاعد لا قل بالك انا زعما خلص لي يا اخي انت تقطع هذه ما فيها شيء وعلاه يا عم بوسي انت لا تقطع في بلادك انا وقتاش قطع في بلادك ماشي انا خدامين عندك لي زافونتاج راح يكونوا عندك لي زافونتاج وعلاه راح يكونوا عندك فيزا يخلصوك دراهم يخلصوك شاك كون قلت لي بيراتي ديرك دير ريبورتاج دير على باش تهمش الجزائر بصح جون راح عندك لي زافونتاج ومن بعد وما تجوش في الجزائر هذه الانسان يكون واقعي شكون حتى واحد ما حيشوفها هنا راه بلاد تاع مليون ونص شيء انا ما خرجوا معاهم خدموا معاهم لهيك عطاونا الباسبور عطاونا يعطوك مليار كاع 100 مليار انا ما دخلني اخويا العزيز مات ما ماكش حايف تعيش ولادك لهيه الاخر انا بلادي راه عندي 48 ولايه و 1541 بلديه على مستوى التراب الوطني شوف واحد يهبط النيفو تاع الزهر بصح انا ما تقدرش انت ما تقدرش انا ما نطيح الارض ما نهبطش النيفو تاع الزهر شحال دوموندي باش تقدر ديرها أقسم لك بالله العظيم وحياة الوالد الكريم
الله يرحمه. الله يرحمه. يوم تعطيني مليار و 100 مليار من هبطني من تحت. كي نشوفك بالفرحة نطير ونقول مازال الدنيا بخير. محال تشري الراجل بالمال، هكذا يكون الجزائر من طينة الأبطال اللي تضرب بهم الأمثال. وانا ما عنديش نيجاتيف، ما كاين نيجاتيف ما قدش نقولهم لك. علاش يا اخو؟ نورمال تما جو نورمال يا اخو. واش دارت لك باش تعاون الجزائر هكذايا؟ باش نعاون فيها انا؟ تحامي عليها هكذايا؟ واش حامي عليها؟ انا نهضر في لوجيك، انا نهضر في لوجيك. مو حاجه بيان سي. اسمح لي يا اخو باش نكريتيكي زعما بلادي ولا باش تروح تمدها للاخرين، صح كما نقولوا احنا عشنا فين شنا يا اخو. زيتنا في دقيقنا والبراني غير يسامحنا، هذه هي الرجله اللي تميزنا. صح جوزه فهاد كما نقولوا في القناه تاعنا هذوما والاخراني معاك يا اخو. كما قلت لك نعطيك دراهم عليها يا اخو. باش نعطيك دراهم عليها؟ لا تعطيني مال الدنيا يا اخو. هكذا دوك انت السكري تاع الدار خرجوا للدار، خرجوا لبرا باينه. لا لا خرجوا يا اخو فيها دراهم ماك شيخ. والله تعطيني واش حبيت، ما قري نحكي نجبد لك واش كاين في جيبي، بالك كاين 15 الاخر. والله تعطيني واش تعطيني ما هادي غير نساء دوكا يا اخو. نورمال مشاك تاع 20 مليون. والله العظيم قلت لك تعطيني واش تعطيني مليار. عشان مليار عشنا فين شنا. كيما هادي مام اون شان الجيريان الوغ لا تكون شان درانيه. مالغري كلش كحل وكامل، مي حاجه كيما هادي خلاص مادام كل حاجه كحله علاش ما نحكيوش عليها؟ نورمال سان باساج كومين كوميديان. مادام شالك يحب نعطو كارشي قولي لنا باش تقطعي لنا على الجزائر. انا حايب جور ها أه؟ فين الكاميرا كاشي ولا لا؟ لا كيفاش كاين الكاميرا هكا؟ ما كاينش تشوفي الكاميرا يتبان العاده أه؟ يعني أه. خلاص مسكي ما فهمتش، ما حبيتيش مدام. معليش معليش يعطيك الصحه. معليش ما سي البي هكذا خاونا هكذا. انا خو انا علاش هاد علاش طيح النيفو تاع الجزائر؟ ماشي يا اخو انا خدمتي يا اخو، انا خدمتي ميسيون تي اي جو ميسيون هكا مكتوبه فوالا لازم دير هادي هادي هادي. انا اللي ندير هادي 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 واش كاين كاع ندير، فهمتني؟ دوك شغل انا ما نحملهاش، ما نكذبش عليك يا آه. باش نطيح قدر بلادي قدام لي زيترونجي انا ما نحبش نخدم لها، ما نقدر لهاش يا اخو. اللي نقي في قلبه تبان عليه في فعايله ولسانه. يا خو كيفاش انت كان يقطع في والديه ولا يقطع في خاوته ولا في لافامي ديالو هكذاك لاجيري؟ اه علاش هكذا؟ علاش زعما انا ني بلادك بلادك بلادي بيان سور بلادي. ديري بري هكذا اللي حبيتي جور ما كحتاش مشكل. انت مريض تساومني في بلادي؟ لا تساومنيش في بلادي كامام. ما ديريهاش امبوسيبل. ما كان نقول لك نعطيك 20 مليون. 20 مليون تمد لي 20 مليون ما نهضرش فيها. 30 مليون 30 مليون 80 مليون 100 مليون 100 مليون الحمد لله. نعطيك باسبور احمر. ما تعطيني باسبور احمر ني والو. تما على جال بلادك ما مش على جال بلادي، على جال بلادي وعلى جال بلادي ما صرالي والو فيها الحمد لله. الحمد لله نعيش قيسي قيس روحي. فتيس خسيك معليش زعما كان يقول لك انت نعطوك دراهم وقطعي في الجزائر. اه رباكم والديكم من صغركم على الغيرة لبلادكم، الله يستركم ويعلي شانكم في أرض جدادكم. هاي الرجلة والعزة على البلاد اللي تعلمناها من الوالدين والأجداد، والحق النهار وين فهمتها كل الأحفاد وفهموا أن هذه الخصلة هي رأس مالنا والجزائر بلادنا، وما عندناش بلاد غيرها نحبوها ونعزوها من الأفواه. هذا حق واجب كل مواطن غيور على بلاده وما يحملش يشوف فيها الفساد. ك
كما هو حق واجب أيضا ما نخلوش الأجانب والأعداء يغرسوا بيناتنا الفتنة باش يخربوا البلاد. الجزائر عندها شعب يموت عليها وهو أول من يحميها باسم الخالق مولاها. الجزائر عندها كنوز مخبية في قلوب ولادها وبناتها اللي يستاهلوا كل الاعتناء. شكرا لكم يا الحب. كريمة فيرينو بيفا سي بون.